نعود بعد هذا الفاصل إلى حديث آخر وضيفنا خالد سماوي يستمد من حاسة جهينة السادسة قدرة على الحكم بدقة أكبر على البشر ويهمس في أذن أولاده بسر من أسرار آل السماوي رفرف في كل مكان فالحياة تأبى الانزواء. تقرير يلقي الضوء. لم ينظر في عينيها، لم يجرؤ، ولا هي فعلت، لكنهما أدركا منذ التقيا أنهما سيصبحان زوجا وزوجة، خالد سماوي وجهينة القيسي سماوي. خالد هو صديق وحبيب بالبداية وفي مشوار، يعني في كتير كابلز بيكبروا they grow apart بالحياة. أنا بظن بالعكس، يعني كبرنا لنصير واحد بالأشياء اللي نحبها، بالأشياء اللي نعملها. رزقا بثلاثة أولاد. عيد يدرس الفنون البصرية في سويسرا. بفتكر أنا يعني أبوي والدي إنه ما لنا بس، يعني ما في بس relation father son، يعني بفتكر إنه نحن يعني أعز أصدقاء. يعني سامي في الليسي الفرنسية في دمشق، ومايا بلوعة البيت. أنا بابا علمني إنه بحياتي ما أستسلم، إنه لكل شيء، إنه للصداقة، حتى للرياضة وللشغل، وإنه جرب، وإذا ما في نتيجة بتعلم. إيه إنه بس إنه وقت شيء صعب بيصير، إنه يمكن تتعذب شيء بس بيقويك هذا الشيء دائما. حريص هو على بناء علاقة مميزة مع أسرته الجميلة، فيأخذها كلما سنحت الظروف ويطير بها إلى أصقاع الدنيا، إلى معارض الفنون، وإلى حيث سرح ذات يوم في غارب عقود مضت مع والديه، فيتذكر هو ويتعرفونهم ويستمتع الجميع. أنا كتير بحب زور المعارض وكتير بحب الأرت وكل شيء، وبحب أرسم وبيهمني. الأرت ما كان كتير يحكي معي، بس بعد الجاليري صار كتير، صرت حب شوف الأرت، صرت حتى بالإنترنت شوفي إنه أنواع. وإذا كان الفن التشكيلي عشقه، فإن الجولف هوسه، وزيارة المواقع الجميلة حيث التصاميم المميزة ولعه، والتزحلق على الجليد متعته. أما زوجته جهينة فتشاطره شغفه في أمور كثيرة، لكنها تختلف معه أيضا في أشياء كثيرة، ودائما تكسب. أنا بحب الأشياء السنتمنتال، بقى هيدا اللي مختلف عليه. بحب وقت نسافر سفرة نشتري سوفينير، نجيب شغلة بحب حطهم، هو ما بفضل أشياء كبيرة أو مثلا سمينة. let's say يعني إذا في شيء تعلمته من عيلتي يكون أمي أبوي أو جدي، إنه نحنا إنه واحد يعطي أكثر ما بياخذ، يعني يكون شو ما يكون، يكون صداقة، حب. بفتكر هذا الكي تو للسكسس ولل سعادة. يعني هو إنسان عرف سر النجاح وهمس به إلى صغاره الذين يكبرون بوصاياه. اعشقوا كل ما هو جميل، تصرفوا بذكاء، واحلموا كثيرا. نحن كثير منحبك خالد سماوي. لاحظت نحن منتابع هذا التقرير أنك ظرفت بعض الدموع إلى هذه الدرجة، العائلة والأولاد والزوجة بأسروا فيك. أكيد، يعني أكيد أكيد ريكاردو. اخترت جهينة من كل الدنيا لتكون هي لوحة حياتك النابضة، ويبدو أن الوحيدة يلي بتاخدك إلى حيث تشاء هي وليس إلى حيث تريد أنت. هل هذا يقين إضافي أن وراء الرجل الناجح هناك دائما امرأة، وهل هي سر من أسرار نجاحك؟ لا شك أنه
يعني برجع للكلمة إنه أنا عايش حياة حلوة، طفولتي كانت حلوة وعملي كان حلو، حتى اللي ماله مبسوط ببيته ماله مبسوط بحياته، اللي ماله مرتاح ببيته اللي ما بيفيق على ابتسامة على كلمة حلوة حيروح على شغله معكر، حيعكر اللي حواليه، حيخانق اللي حواليه، حيرجع لبيته معكر، حيتعكر كمان، وبتصير هي الكرة الثلجية عكار بعكار وزعل بزعل. لا الحمد لله فيني أنا أقول إنه جهينة وهي أم البيت، يعني لأنه أول 10 سنين من جواز أنا ما كنت موجود، قلت لك بطلع الصبح برجع عشية، ربي جزور لهالبيت أول 10 سنين لأنه انضبيت له في سنة رقم 11 بس لأنه عشام، حبيت البيت اللي هي بنته وبقى تاركها تبني مثل ما بدها. هي أم البيت وست البيت. أم البيت وست البيت وسيدة القرار كمان. هلأ بعطيها 99% من القرارات بس 1% إلي هذا بتكفيني. تبعنا بالتقرير انه بحياتك العائلية تصر انك تطير بأولادك وعائلتك الى زيارة المتاحف والمعارض، نفس الشيء مثل ما حصل معك وانت صغير مع اهلك. هل تتذكر اول معرض زرته؟ اول متحف زرته يمكن أهم وأحلى متحف أثر فيه هو كان صالون الحجة ستي أم أنور الله يرحمها أم الوالد. بتذكر هلأ يمكن كان شقتها 500 متر 350 متر صالون مقفول وعايشين كلنا بالمية 150 متر، وكنت كل ما أكون بالشام حوص ودول تيتي الله يوفقك الله يوفقك خليني فوت على الصالون، تقولي بتكسر شيء تيتي بالله الله يوفقك تيتي، وفوت وقعد ساعة ساعتين بالصالون فعلا بدك تمشي بدك تتفركش، وكانت تحب كل شيء كبير، الفاز اللي طوله 6 متر، كان في كرسي واحد يمكن في 20 زلمة يقعدوا عليه بس هو على أساس كرسي واحد، السيف البرونز، وهي عم نحكي قصة من 40 45 سنة، وفري اكلكتك من جميعه، صيني وسيف وبرونز ولويسيز ولوحات، فعلا هذا كان يمكن هالصالون هذا كثير 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 أثر علي، وأكيد أثر على والدي لأنه كمان الوالد صار عنده هوس كل ما يسافر على الصين يجيب لك لأي جاي حيط جدارية كبيرة من الصين، بيسافر على جنوب أمريكا بيجيب شغلة معه، بيسافر لأوروبا بيجيب شغلة معه، لكن كل ما يرجع من السفر نقول شو جايب معه الوالد، دائما يكون جايب كرتونة كبيرة معه وعمل لك شو جايب معك وما شو جايب معك، فكان في نوع من الضحك على هالموضوع. يعني هذه سمة من سمات آل السماوي، احنا ذكرنا بالتقرير وبتقديم التقرير انه في عندكم اسرار انتم بالعائلة، وهذه الاسرار طبعا هي ملكون انتم بتحافظوا عليها، اسرار بمعنى الايجابي طبعا. مفهوم مفهوم مفهوم. مش الغاز. هلا شوف ريكاردو، انا وعيت على هالدنيا بليبيا، كان وقتيتها الوالد واخوانه الشركاء عم يشتغلوا مع بعض، كان عندهم حساب واحد، ما كل واحد عنده حسابه، يعني الأربع أخوة مع أنه فرق الأعمار بيناتهم يمكن كان بين الكبير للصغير 30 سنة، ربيت ماما ومرت عمي ومرت عمي ومرت عمي وأنا أولاد عمي أولاد عمي كلنا عائلة. يحيى بيناتهم. يحيى بيناتهم. ذكرنا اسمه. هي ذكرنا. كان زعل منا. ذكرنا اسمه. عمل عملية هلا الله يومه بالخير الحمد لله أحسن. أنت قلت بأول حلقة أنك تضعف فقط أنا بنتك مايا، هل تطرح على نفسك أسئلة من نوع هل كنت أب مثالي أم أنت طبعا قوي جريء محصن هكذا تقول وتعترف من النوع اللي ما بيحب جلد الذات حتى في هذه المواضيع؟ ما بيهمني يكون أب مثالي، بيهمني يكون صديق مثالي لأولادي، يعني قصة الأب المثالي ما بيهمني أمره، بالعكس ابني الكبير عيده بعتبره صديق وما في ما في أسرار بيناتنا، يعني ما في ما ضروري يعني قصة إنه يخافوا مني ما بحبها، قصة يحترموني إيه بس أنا كمان بحترمهم. أنت رياضي بامتياز، من عشاق التزلج على الثلج، من عشاق التنس، من عشاق الجولف، لعبة الجولف تقوم على التركيز والأعصاب الباردة، هل أنت بالحياة هكذا؟ لا أعصابي ما لها باردة بالمرة. هل تركز؟ ما فيني ركز لأنه عم ركز على 30 شغلة بنفس الوقت. انت مشتت. اذا هيك ما اذا مشتت يعني عم ركز على 30 شغلة بنفس الوقت معناته مشتت، ان شاء الله ما تكون مسبه بس. طيب وقتها
انت بتفوت. لا كثير عقلي ميت شغلي ويعني بزعل على الفريق تبع ايام لانه بسألهم خمس اسئله وبدي الخمس اجوبه بنفس الوقت، ليش ما عم تعمل هي؟ لانه ما عم اعمل هي، طب ليش ما عملت هي قبل؟ بدي اعمل هي. بقى ايه نوعي فيني افكر بخمس عشر رد. الجولف بروح عليها لارتاح، هي السيكياتر تبعي، لانه بس على الجولف ما اذا بتفكر باي شيء ثاني ما فيك تلعب. يعني ما فيك، ما حد بده تلعب ولا تستمتع، بدك تكون مركز 100% على هالطابه الصغيره بس. بقى مشان هيك بحب روح لانه فيني اطفي كل شيء، شو عندي نجاح، شو عندي فشل، مع مين متخانق، مع مين متصالح، بس وصل على لعبة الجولف وحط طابة على الأرض وابدأ ألعب بنسى كل شيء. كيف بفور؟ بعيط بجن وخمس دقايق وبعدين برجع عادي. بعيط فش خلقي، ما بخلي شيء جوا، ما بخلي اللي بعقلي على لساني ريكاردو، ما عندي، ما بدي افكر شو بدي احكي، اللي بعقلي على لساني وهي طبيعي هيك هيك هيك. الوقح الى حد ما. شكرا. كتر الله خيرك. بدي ارجع شوي الامور الجديه. شو اجمل لوحه قدمتها لزوجتك؟ عيده. تزعل معي هلا؟ لا اول واحد، لا اول واحد ما بيتكرر. والباقيين ما نحكي فيهم؟ بلا، بس ثاني لوحه وثالث لوحه. قلت لي اول لوحه. وهي اجمل هديه قدمت لك اياها شو كانت؟ عيده. وكل حياتك عيد؟ لا بس بضل اول ولد غير، بضل اول ولد غير، يعني بضل بتذكر شعوري يوم خلي كنا بمونتريال، بضل اول ولد غير، بضل الكبير. يعني لا بتسأل سامي مين الايدل تبعك بيقول لك عيده، بتسأل مايا مين بتحبي اكثر شيء بتقول لك عيده، بقى عنده شيء يمكن هالولد. بدأنا عند تقديمك وقلنا انك مثير للجدل، ناس معك وناس ضدك، وسألتك اذا شيء بيرضيك، برأيك بعد هذا الحوار حيث دخلنا الى اعماقك، حيث تعرفنا اليك، حيث اكتشفناك، شو بهمك انت يقولوا عنك؟ أنا بعرف شو حيصير بعد هاللقاء، اللي بيحبوني حيحبوني أكثر، اللي بيكرهوني حيكرهوني أكثر. في حل بساط؟ لأنه مع الأسف عايشين بمجتمع أسود وأبيض، ما حدا النص ما له معنى، يعني يا مع يا ضد، ما في الواحد يكون عنده رأي مع بس أو ضد بس، لا، ما دام في كلمة بس معناتها في خونة، يا مع يا ضد. وايام في ناس معه وفي ناس ضده، مع الوقت عم يكثروا اللي معه لانه بتكونوا ناس جداد برات العالم الثقافي مثلا، ومع الوقت اللي ضده عم يخففوا التون تبعهم لانه عم يشتغل صح، وبعد خمس ست سنين من شغل الصح وان شاء الله السنين لقدام احسن واصح كمان بيشوفوا انه شيء ماشي صح. بس ان شاء الله يضل في حوار، لانه اذا ما صار في حوار واخذوا عطا بينسونا العالم، ما دام في اخذ وعطى معناتها لساتنا عم نخلق شيء. خالد سماوي شكرا، على امل انه ايام المشاهدين تبقى مثل ايامك كل عيد. بالصحة والخير.